عمالقة المضمرين، أسماء عملاقة، أسماء لها ثقلها في الموازين تشارك في هذا الشوط. نرجو افساح المجال لسيارة التعليق وتصوير لكي نتمكن من أداء واجبنا على الوجه المطلوب. بسالم كأن في بداية الموسم حقيقة وكأن في عز الشتاء. بسالم الصيف لم يمنع المشاركين ولم يمنع ملاك الهجم من المشاركة بقوة في هذا السباق الرمضاني. نعم أنا أكلها بالشتاء، رك ظهركم طيب وسباق كلها تقول مرة كلها بالتعاون ما شاء الله تبارك الله. الله يمصلي. أبو سالم نقدر نقول وقت المقيض خلاص انتهى ولا الحين خلاص ما يقيضون؟ لا أبدًا ما يقيضون، هالهجل ما يقيضون. أول واحدة يعرفون السبوق ويحافظون عليها، يعرفون اللي ورانا ويخلونها. العرب ما عندهم العدم بغبية قدهم، يعرفون السنة كله ولا عاد قيضوا الريجي. إذن الشوط الثاني هناك أسماء ستنطلق، مطرح الشاهينية، كلايف، الدوحة، سرابة، الدوحة، العنود، وراهية، وسرابة الشاهينية، وبنت الباز. هذه الأسماء استعرضناها أيها الأعزاء. بسالم الأشواط اليوم نقدر نقول خفيفة، يمكن رمضان أتاح الفرصة لبقية المشاركين ولكن الحضور الجماهيري كثيف وكبير. الجماهير طول الله عمرك يومها سبقهم كلها حاضرين كلهم كل الحظ ويشجعون بعد تشجيع مع اللي للشيء للشيء اللي ما للشيء يشجع ربع الآخرين جزاهم الله خير. إذن أيها الأعزاء الشوط يستعد لانطلاقه وتهانينا لكل الفائزين في الأشواط الماضية. وانطلق أيها الأعزاء الشوط الثالث في مجموع أشواط اليوم ومقدمة الشوط مباشرة انطلقت وتقدمت حاملة الرقم 69، ما لم أرى لها اسم، اللي تنطلق حاملة الرقم 69. عموما ننتقل إلى اللي تليها، الدوحة، علي بن سعيد بن حلفان المري، والنقلة والدور، دور المركز الثاني لعند بن حسن، الشاهينية لحسن بن عبد الله بن حسن المري، وثالث المراكز. هذا شعار مني أبو سالم اللي من الجانب الآخر. عموما من يا ابو الحسن؟ عموما وعلى كل حال دخول مطره 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 تتسلل، اتوقع انها صاحبه نقطه في السباق الماضي مع صالح بن حمد بوصلعه، واكد المعلومه بن خزين المركز الثالث. وصول من شعار بن سفران، هنا شعار مبارك بن عبد الله بن سفران يتسلل ويتقدم على ثالث المراكز، ولا هذا مو بشعار بن سفران. عموما حمد بن عبد الهادي البريدي، ولا محمد بن عبد الهادي البريدي اللي في ثالث المراكز. حمد بن عبد الهادي البريدي يا سلام، شعار هيبه، شعار هيبه، اخذ في ثالث المراكز. روح روح يا راعي الريان، روح يا راعي الريان وراعي هيبه على ثالث المراكز. ولكن بن حلفان، ولكن بن حلفان، الدوحه الدوحه، علي بن سعيد بن حلفان الشعار المميز، ومطره مطره مطره في ثاني المراكز، ولكن خطفها بن حلفان، خطف المركز الاول بن حلفان، خطف اضواء هذا الشوط علي بن سعيد بن حلفان. ومشكور يا عويضه، وتحياتي لسالم وعويضه، من يتابعونها، من يضمرونها، من يراقبونها، ما قصرت يا عوضه بن علي بن حلفان على هذه المواصيل. وتحياتي واشواقي وسلامي على علي بن سعيد بن حلفان، بن حلفان صاحب الشعار المميز، صاحب الأداء المميز مع هذه المنطلقة الدوحة. وسلام على الدوحة، سلام سلام على بن حلفان، سلام تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني لحمد بن عبد الهادي بن حسين البريدي، تحتل المركز الثاني وتتأهل بدورها إلى السباق الختامي. المركز الثالث مطرة لصالح بن حمد بصلعة. المركز الرابع، حد عرف المركز الرابع؟ المركز الرابع والمركز الخامس بنشوف ابو حسن اذا عرفنا المركز الرابع والمركز الخامس.